قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لأمرائكم، وإن تأمر عليكم عبد. والمقصود بتأمر العبد هنا هي الأمارات الصغيرة وليس الإمارة الكبيرة وهي الخلافة، لأن الأصل في الخلافة أنها لابد أن تكون في قريش، شرط الأئمة من قريش، وإنما هنا الإمارات الصغيرة، أو كما قال بعض أهل العلم أن يكون العبد تغلب أخذها بالقوة، يعني هو يجب أن يكون قرشيا، لكن إذا تأمر غير قرشي نسمع ونطيع، كما هو الحال الآن أكثر بلاد الإسلام الآن لا يحكمها قرشيون لكن نسمع ونطيع. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة،